جمل 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 يصبر على العطش جمل 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 سفينة الصحراء السلام عليكم كذا في شيخ باشا تمام لك منحب اليوم مقطع جديد ايش مقطع اليوم اليوم مقطع حرقنا فيري سو ماتش تيك توك ما عندنا اي شغله عامله فبنطلع على التيك توك نسوي عليه رياكشن و طاقم بالخيمه قولوا لي مبروك اقسم بعدين صار لي ثلاث ايام عشان اسوي بس الترانزيشن هذا اللي قبل شيء صار اذا ما قلت لي يعطيك العافيه انا راح احذف الترانزيشن من الاخير من الاخير اي احد يكلمني بليز So much. يا عيال حاليا انا ما ادري ايش الكاميرا وايش اللي مطالعه وايش اللي صاير انا ما ادري صراحه اي شيء قاعد اصور وبنشوف فلا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الصندوق طبعا على كام تابعوني على سناب شات صلوا على النبي سبحان الله محمد صلى الله عليه وسلم ليتس جو نبدا بالمقطع طبعا انا داخل على التيك توك بحسابي انا اوكي ما ادري صراحه ايش بيطلع وايش ما بيطلع ما ادري فبنشوف طرق قبل ما نبدأ اوكي قررت صناديق الكنتاكي كنتاكي لك تواقف يا عيال تكفون ان 2052 لا احد يبغى اشتراك احبكم بنجرب صناديق الكنتاكي اول شيء نفسخ ملابس بسم الله شوف العيشه حقتهم مليانه يا رجال يا الربع ذي رزعزه شوفوا فك القبوع شوفوها لبيه اللطخ ذي ندهنها شوي المهم الربع دهن استغفر الله العظيم يا رب واحد كاتب ويش يرجعون على الكنتاكي يقول الدجاجه حلو حلو دب ذي طبعا يا شباب قد قلت لكم اني كنت دايم اطلع من المسجد القى زنوبتي مليانه مويه توضون فيها صحيح صحيح لقيت لنفسي حل اني البق زنوبتي 20 خطوه على المسجد عشان ما حد ياخذها حل يعني الحمد لله نفع وانا رايح لبقت الزنوبه وقاعد امشي لقيت واحد قاعد يفصخ جزمته يفصخ شرابه انتظرت عشان يدخل قبلي يعني هو قبلي فقلت ما دخل سوى كذا وجلس يطالع في النعل دريت قلت والله ما ادخل استغفر الله يعني صح اني راحت علي ركعه بس ابي ابي اشوف لا عشان ما اخذ حقتي ليش يا عيال يا عيال انا ليش ضحك لان انا عارف الحركه اوكي الناس اللي تشتغل او العمال الوزن زنوب اكرمكم الله عشان يدخلون فيها الحمام يتوضون لانهم كانوا لابسين طانات او جرابات او كلسات او اللي تقولوا لها اوكي فيلبسون راح يتوضون فيها جالس اراقبه بالنظاره كني جاسوس مسوي نفسي مشغول اني جالس يدور لين تحسبونه بياخذ اي شيء لا يدور شيء مقاسه لين لقى واحده كذا راح خذاها كنت بقول ارجعها من القهر اللي كنت بقول رجع هذا حق اخوه بس خفت كبير 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 كنا جدار وزاره وانا هذا طولي والله اني شوتني يجيب فيني هدف يا اخي غير رهيب الله الحين ايش في سمسم الله يسلمك يا لو سمحت شوف بس الكفر من ايش عرفت الكفر رايح ربي نجاك انا كنت حاسه والله الكفر في حاجه الكفر مره معدوم طيب ايش كيف وصلتي لين هنا ما اعرف اكيد ربنا يسلمني لو سمحت مره طولت ايش بتسوي انت شايف على ذات المساحات قد غيرتي لا ولا مرة هذا ضروري تغيير هذا ممكن يحرق السيارة قولوا والله عشان كذا أنا حرانة طول الوقت بعد سفرات كمان لازم تتغير لازم طيب هذا غالي شوي يكلم على أصلي يكلم تبي أصلي أنا أبغى أصلي الصراحة طب لو سمحت يعني السيارة حتخلص اليوم شوفي نقول إن شاء الله أنا اليوم بوقف استقبال طلبات سيارات لين أخلص سيارتي مرة شكرا بس الحساب حيكلف 4500 ما بحسب لك حق الهواء قول والله هذا من عندي نكسبك زبونه يا اختي خلاص الحين انا اكلم بابا كمان حكلم صحباتي كلهم مشوك انت شكلك امين اكلم صحباتك بس لا تكلم ابوك اعطاه قال بدل الزيت لا 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 المراوح مسحت مسحت متى لها زيت يعني قاعد اتفلسف ترى انا ما اعرف شيء في السيارات اي شيء يصير عادي اسالكولي اوكي بس بكسب زبون مين يسمي الاحياء والشوارع ليه الملقى اسمه ملقى والله صراحه من السؤال في بالي مين اللي مصاحته من سبي بشوف مين هل هو مكان لقاء ولا ملقى اسبانيا هل الشفا شفاء والروضه مليانه شجر والنسيم يجيهم هوا دايم انا من تراب النسيم انا ساكن هنا في النسيم اكثر من حقين النسيم السلام عليكم الله حي اليوتيوب شلون اخذ مني عنهم خوينا ما بعرف اكتب شلون وفي ميزت الصوت عندك بدي مقطع فيديو وقت اللي أب عصام طلع أم عصام وقت اللي كانت علقانة هي وفوزية مرت أب بدر ف
وقت اللي اجى عصام قام قال لها انه ليش هيك عامله وما ليش هيك عامله، وطلعت معه كلمه بالغلط هو عصام وقال انه انت اللي مانك مرباي. ليش؟ لانه ام عصام قالت له انه هي قالت له الترباي، قام قال لها والله انت اللي مانك مرباي. وصحطت هذيك الكلمه منها لام عصام وقالت له فشلت. عاد هو يرد علي ام عصام وشو قال لها؟ قال لها اللي عم تقولي لنا فشرت يا بندوقه، انت طالق خالصين، طالق طالق بالثلاثه وخالص، ما عاد بدي اياك ترجع بنوب. ايه خويي يوتيوب بدي هذا المقطع انا بعد اذنك، بدي اياه كامل. عرف شلون؟ ايه بدي مقطع كامل لانه كامل اخذ مقطعي. عم يمزح معك انا ولا لا؟ طب انا ارجع اعرف انت ليش يعني بدك المقطع دامك حافظ المشهد كله؟ لا اقول امزح معك كمان. اخي يا حماسنا والله هذه رهيبين. انا اعرف الحمص، اللي ما يعرف ايش معنى حماسنا، اللي هم ناس من حق من سوريا من مدينه حمص زي جداويل. ستريمر اسمه بوي بوي فاتح لايف وقاعد يبحث عن مباراه في لعبه ليج اوف ليجند، فاللعبه هذه مرات تطول على ما تدخل الجيم، فطولت حيل قال حق المتابعين خلنا ندخل المتصفح ونلعب العاب فلاش على ما يدخلني جيم. دخل موقع اسمه نيوبيتس، لعب لعبة تحتاج الى سرعة، وهو قاعد يلعب ما شاء الله عليه جاب سكور عالي جدا. اول ما خلص الجيم جاء له ملاحظة ان انت تبنت بسبب الغش، انصدم الولد وانصدم المتابعين انه فاتح لايف قدامنا وما في شيء والامور طيبة. المهم قال لهم انا اصلا عادي مهمتني اللعبة، انا قاعد اضيع وقت اساس دخلني في لعبة ليج اوف ليجند، وعطاهم طاف وكمل حياته الطبيعية. الله عليك، انا قلت الحين طلع البيو بيو وبلش اليوم شلال السالفة لما قاعد الحالي مع الطيوف. استغفر الله، هذه السالفة لو قاعد الحالي ما اقولها. يا اخي ما تلاحظ الفترة الاخيرة قاعدين ينسب اكثر من الشكل المعتاد؟ كيف يعني؟ امس وانا طالع من الحمام الاقي واحد قاعد يلعب كول اوف ديوتي، عارف كيف؟ ولد قاعد يلعب وقاعد يسبسب لسانه وسخ، لسه بيقول الله يلعن ابوه دخل، فعشان يضبطها كذا ايش حط؟ يا شيطانك احنا صرنا ايش؟ كرت حمايه كمان؟ انا من اللي فاهم ايش المسبه اللي احنا وصلنا لها ذي؟ يا عمي فتره وتعدي. لا يا عمي انا صرت فشت، الناس تقعد تسبسب فينا واحنا ما نسوي شيء، الناس نسيت انه في شيء اسمه شيطان انس، صار احنا. اوكي؟ والله سرق الكفر، والله شكلنا احنا نسب بعد شويه انا اخوك. استغفر الله العظيم. انا احب الانيميشن، انا جو الانيميشن، مسلسل اسمه يعرب انيميشن كامل خلصته ممكن بيوم كواحد بس. ثمان حلقات، رهيب رهيب رهيب، انا يعجبني الانيميشن. والله أربعة في البيع يا رفو، تقول الأكل جاهز. يلا أصحابي سمعوا صوتك يا يا يا، في صوت غريب ولا يتهيأ لي أنا؟ أيوة في صوت بنت. أصحابي سمعوا صوتك، اطلعي برا. الشرف لا تتكلم هنا ولا بالإشارة. يا أنا تصدقت إنه هذا صوت بنت؟ يا أنا هذا صوت، يا أنا موهوب يا عيال، والله موهوب يا. خلونا ندخل سوا يا عيال. دقيقة، أمي تقول لك تعال كل. مشيت عليكم مرة ثانية يا عيال، ولا عيال انتم مصدقين مؤيد ولا؟ اتكلم، ايش فيه؟ ماني فاهم. أمي عصبت على كل البيت بسببك. طبت اللي قلت يا اخي، هي هذه ما شاء الله عليه انه رهيب. التيم اللي معه حق سكتشات الكوميديا مره رهيبين. كابتن محمد نوم، يا ريتك يا كابتن لو نص ساعه تنزل تلحف في الملحب. الملحب يا يعني انا ودي افهم شيء، هل هذه لهجه رسميه ولا بس هو كذا يتكلم؟ محمد نور او بس تلحف في الملحب؟ كابتن لو نص ساعة تنزل تلحف في الملحب. عرفتوا مينك قلدك؟ شيخ ميجا رهيب. اركس مكان في العالم هذا هو جديد رخيص جدًا، يهبل خيال يموت يروح. ريلي 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 ريلي، هلا والله معود حون ايش ريلي ريلي ريلي. حدا
هذا نجمع الميمزات كلهم عنده ما شاء الله. أعرف ما رحيم إذا زلزلت الأرض زلزالة وأخرجت الأرض أثقالا يوم يكون الناس استعدى أموني غدجات. طيب أنتي مشكلة طيب البنات ممتازات وأنا ممتازة. طيب أنا حرام عليك طيب أبي أنا ما أحب أقرأ كل شيء ما أحب أحد يمسكني ما أحب أقرأ ما أحب كل شيء ما أحب اصلا حرام الاستاذ اذا كانت تخليها هذه شو اسمها تسمع لا حرام يا اخي والله حرام صغيره ذي واحد يقول اخر شيء خصت بطاري في الاخير خلص الكلام تكلمت خدتي يا عمري يوم السرعه بتفضفضه خايفه لحد يوقف استغفر الله العظيم هذه لو عندي اقسم بالله هذه فل الفل وراس مالي ذكريات وحلم وامال وطموح لا صديق ولا مود اعتزال وانا كنت مخطط اروح مع زوجي المستقبلي حفله انا خليني ساكت عشان ما اتكلم شيء وبكره تم القبض على شاب سوري يبلغ من العمر 17 سنه لانه تكلم على بنت هذا اول شيء ثاني شيء يا اخي محمد عبده يا اخي الناس تدعي له عشان الله يغفر له يا رجل اعتقد له يا رجل اهالي ناس زعلانه ليش محمد عبده اعتزل يا اخي بالعكس ادعوا له انه اعتزل كلها ذنوب جاري هذه الاغاني ابدي انا متاكد انه هو في عالم موازي عالم خاص له ابسالك الحين ابو خالد الوشي مش حكمه الوشي حرام اي حرام كل النار ليه طيب انصح اصي انا نصحته بس ما يبي يسمع مني لا وش حاطه على وجهي ماني حاط وشي ماني حاط تاتو وين هنا بدي تراك بالتاتو هذا خلاه يخاف انه مستقبلا يفكر بس تفكير انه يحط وشم ما خلاه حتى يتوب استغفر الله تابع من المقال استغفر الله العظيم شاب الشريط استغفر الله العظيم لا عندك مدرسه وانا لا عندك مدرسه وانا لا عندك عين واحده وانا لا عندك عين واحده وانا لا وعندك عين رهيبين ما شاء الله عليهم الله يحفظهم يا رب حبيبتي ترى انت فاضيه يعني على فكره انت فاضيه يعني خلاص احترمي نفسك لا طلع الحره فيك زباله يلا استغفر الله العظيم انا قاعد اضحك لانه الشيء ذا حقيقي مره انا اختي الكبيره اللي متزوجها كل 10 دقائق تتصل مسويين مو مسويين اي لاف يو سو ماتش والله يا اختي الكبيره يعني هي اللي ربتني فشوفوا تربيتها ايش طلعت لكم واحد شخصيه رهيبه في اليوتيوب ما راح يجي شخصيه زيها في العالم اصلا فانطوني لايك واشتراك وسوف تنزل تحت بوست طبعا عليه كامل طبعا يا سناب بعد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم والسلام عليكم.